مؤتمر استثنائي نهاية هذا الأسبوع من مدينة الخلصات. رهانات المؤتمر. أول شيء أود أن أشكر المنبر الحر للأصوات التواجد ديالهم الآن من أجل حمل مشعل الحقيقة اللي هي حقيقة مبنية على النزاهة والشفافية، والحراك اللي بدا كحركة تحية من أجل الإصلاح والتغيير داخل الحزب المغربي الحر من درجة الكويرة، جاء لتغيير الحقائق وإعطاء فرص للشباب لقول الكلمة ديالهم في المجال السياسي ولا أرضية الجيوسياسية في المغرب لتطوير الأعضاء. مشينا نجحنا بالحركة التحية وضمنا المجلس السياسي دورة غير عادية في الرباط، واللي صادق على قرارات منها رفض طرد المناضلين ومناضلة الشرفاء، رفض الاستقالات، وعطى لوتوريزاسيون باش ندخلوا المؤتمر الاستثنائي اللي غيكون غينعقد في اخر ديال هذا الشهر ان شاء الله الخميسات. هذا المؤتمر عنده افاق، اولا انتخاب قياده جديده، غنحيدوا نهائيا واحد القاطعه ابيستيمولوجيه نهائيه مع الماضي الذي لا يشرف، ماضي الخروقات والقرارات العشوائيه والقرارات غير مبنيه على الحقائق وغير مبنيه على الشفافيه، الماضي الذي اساء الى سمعه الحزب المغربي الحر وهمش الطاقات والاطر الشابه اللي سميتهم انا المستضعفون الذين ثاروا في اطار الحركه التحريريه من اجل التغيير والاصلاح وضبط الامور بعقلانيه وبحكمه وبتدبر وليس بتهور. اذا الان نحن في صدد نظيم ان شاء الله المؤتمر الاستثنائي انتخاب امين عام جديد. ما بقاش عندنا مؤسسه وطنيه كتر خاويه، ما بقاش عندنا امين عام جديد للسن ديالو من بين 36 سنه ل 40 سنه. الان حنا غاديين سيدنا الله ينصرو العديد من الخطب الساميه اكد على ضروره ادماج الشباب في المجال السياسي في المغرب وتعطيهم الفرصه يتنفسوا تاهما شويه الهواء ديال الديمقراطيه والحريه ويساهموا في تطوير هذا الوطن في المجال السياسي بما يخص التشغيل والتعليم والتطبيب وما الى ذلك من الاكراهات ديال المواطنين وديال المواطن، ذاك المواطن البسيط اللي في حاجه ماسه باش يشوف وجوه جديده باركة من ذاك الوجوه اللي عمرت بزاف من عهد نوح الفراعنه المرونه بن القدافي وبن علي وبركه، الناس راه جلست في الكراسه من مهد الى اللحم، راه جا الوقت اللي غنغيروا ونديروا وجوه جديده. اذا المؤتمر الاستثنائي غيكون ان شاء الله سابقه في المجال السياسي في المغرب منظرة حقيقية اللي غنفعلوا فيها قرارات ديال صاحب الجلالة فيما يخص إعطاء الفرص للشباب، القيادة الحزبية الشباب، ماشي ديك الهضرة تيقول حقا نعطيو البرلمان الشباب، لا، الشاب خصو يكون مصدر قرار، مصدر قرار يكون الشاب باش نشوفوا وجوه حقيقية شابة عندها الغيرة الوطنية، تحترم المؤسسات، تحترم التوابيت، وباغا تمشي قدما في تطوير العمل السياسي في المغرب من نظرة شبابية حقيقية اللي تقدر تعطينا المسائل الإيجابية، فهمتي؟ وتسير الركب الحضاري في المجال السياسي لتنوير الرأي في المجال السياسي. الأستاذ أنور، هل تعتقدون بأنه هذا الخروج من هذه المرحلة ديال إعادة هيكلة الحزب وانتخاب قيادة جديدة، هل ستقوي الحزب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله في 2021؟ الاخ كما قلنا الحزب فيما مضى ما كانش عنده انتاجيه ومردوديه في مجال السياسه، كان باين كان متخصص غير في انتقادات وهجوم ضد الافراد وضد المؤسسات وضد الاعلام. دابا لا، بغينا نقطعوا نهائيا مع هذه العشوائيه ديال القرارات، بغينا ندخلوا للمجال السياسي الحقيقي، اطر شابه متمكنه عندها مستويات تعليميه، ندخلوا في عمل تشاركي ديمقراطي بعيدا عن شوفينية التفكير ديكتاتورية التفكير، نمشيو جنبا الى جنب لتطوير العطاء. لذا ركزنا على الشباب، لان كاين استحقاقات جايه، ما يمكنش تدخل باستحقاقات جايه وانت اصلا تتنطر قد في اليمين وفي الشمال وفي الامام وما في الوراء، لا، خصك تنضبط. انضباط سياسي هو انضباط اخلاقي وانضباط وطني، خصنا ندخلوا مع الشركاء والفرقاء بكل احترام في المجال السياسي في المغرب،
بعيدا عن المناوشات، بعيدا عن اكثر الانتقادات. احنا جينا باش نعملوا، فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى قل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني بغينا نبنوا على العمل، ماشي نقدروا ننتقدوا. البارمي الفريقيه التي تحدث الضجيجه اصلا. اذا خصنا نمشيو نديروا نظره مستقبليه متفائله، والأول السياسي الحقيقي هو الذي ينظر الى ما وراء الافق. وما تنشوفوا الدول التي هي عندها باع طويل في الديمقراطيه وفي العمل السياسي الحقيقي النظيف، راه تنشوفوا الان كلهم اطر شابه. ولا يعقل احنا غنديروا واحد كبير باش يفكر، لا، خصنا احنا نخرجوا باطر شابه. سيدنا الله ينصرو كيفكر الشباب. اذا خصنا نخرجوا نفعلوا هذه العمليه ديال العطاء، ونخرجوا الشباب للوجود باش يسيروا الركب الحضاري اللي خاصو يكون في المجال السياسي في المغرب. بركة من الاحتكار، بركة من كثرة هذاك، بركة من ملوك الطوائف اللي جايين عسلينا في الكرسي، يبقى سنوات طوال وقرون طوال. الرحمن الرحيم، بالناس الغليمي، عضو مكتب سياسي، ورئيس الجهة الدار البيضاء استطعت. تنشكر الإخوان ديال المنبر، لأن هذه الأصوات، الاستضافة ديالنا في المقر ديال وطير فرح. أستاذ المحترم، احنا من 2010 وحنا غادي نديرو هاد النقابة هادي. خبر أستاذ زيان، كان أستاذ زيان تنحتارمو بعدا أستاذ زيان، تنقول لي أستاذ زيان أنا مضى حتى شي واحد حاليا وخرج من جهة صحيحية. أنا الأستاذ أنوار وإسحاق شارية وعقبة الله يرحمهم، عمل النقابة أستاذ كان تميح، مابقاش فيه الثقة. أنا ككاتب عام ديال الموظفين ديال العدالة على صعيد المغرب، كنت متابع الاتحاد المغربي للشغل، والوالدين من المؤسسين ديال الاتحاد المغربي للشغل. أنا الولد ديالي مسكيني شارع الحمسكين راه عمي وعبد الرزاق الله يرحمه خالي اللي كان ديال الكوز ديال لوينو. العمل النقابي عشنا فيه بان خص الطبقه العامله ترجع الثقه في عمل النقابي. بعض الشركات اللي سيدنا الله ينصر الاستثمار ديال الاجانب باش يحلوا شركات هنا في المغرب، و تيخلقوا نقابات. احنا جميع النقابات تيتاسسوا في شركه ولا في اداره، تينوضوا تيديروا مكتب، تيولي طالبوا بشي حوايج. ذاك المستثمر تيولي يعرف ما هو عليه وما عليه، لان المشكل ديال صندوق الضمان الاجتماعي والضريبه وكلش. انا هذا المستثمر خليه يوقف على رجله، عاد طالبوه بصندوق الضمان الاجتماعي وطالبوه بالكفه وطالبوه بجميع التنقلات ديال الطبقه العامله. الطبقه العامله تنحتارموها، حنا من الطبقه حنا راه موظف ونعرف شنو هو التنقل ونعرفوا شنو هو المشروبات ديالنا. دابا حنا العمل النقابي وخاص يكون فيه ترجع فيه الثقه. علاش؟ ذاك المستثمر فاش غيجي عندنا ويولي يكوبنا بان باش يخدم لينا بعد واحد 200 واحد ولا 150 واحد، راه ماشي سهله باش يحيد البطاله من المغرب. والخطاب ديال صاحب الجلاله تيهضر لي مع الاستثمار، حنا مع الاستثمار وحنا بغينا نخرجوا الذراع سميتو اتحاد حر للشغالين بالمغرب. تنطالب الاستاذ المرابط عزيز اقبالو كفاعل جمعوي وكنقابي باش يلتحق لينا بالعمل النقابي وبالعمل الحزبي. وتنشكر الاخوان ديال المنابر ديال الاعلام باش خرج لينا العمل النقابي، الذراع النقابي من داخل الحزب الحر. وتنشكر الاخوان ديال المنابر ديال الاعلام، تنشكرهم وتنشكر بان الاخوان لا ديال الكتابه الضب ولا محامون ولا اطباء باش يلتحقوا بعمل سياسي وعمل نقابي. وتنشكر جميع الادارات منهم للسلطه القضائيه ولا رئيس النيابه العامه ولا مدير عام ديال الامن الوطني ولا السيد رئيس الحكومه ولا السيد وزير الداخليه. حنا التوابيت تنحترموا التوابيت. وعاش الملك وعاش محمد السادس بان احنا مراء صاحب الجلاله وباغين التغيير وحنا معاه في التغيير. وشكرا. تبارك الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.